ورجعنا لكم مشاهدينا حتى نتعرف على اثنين من صناع هذا الأوبريت الشمولي إن استطعنا أن نقول. هذا الأوبريت الذي يحمل اسم عظيم جدا هو نهر الذهب. فاسمحوا لنا أن نرحب بضيوفنا الكرام صناع هذا الأوبريت، الأستاذ مفلح العدوان الكاتب والروائي ومؤلف هذا العمل، ست لينا التل طبعا أستاذتنا جميعا، أهلا وسهلا فيكي وحضرتك ست لينا، طبعا مديرة المركز الوطني للفنون الأدائية، وأيضا ألفتي يعني في كثير من أعمال هذا الأوبريت، أهلا وسهلا فيكم. يا هلا، أرحب بحضراتكم ونرحب بيكم في برنامج بيت للكل. الحقيقة مع الافتتاح كان شيء مبهر وجميل، والاسم نفسه جميل. احنا عندنا حاجتين بنتكلم فيهم، شعار المهرجان يستمر الفرح، وأيضا الاسم الرائع للذهب، يعني ما هي القيمة، والذهب هو أعلى القيم بالنسبة لنا. خليني أبدأ من يعني حيث الكلمة، فخليني أبدأ من أستاذ مفلح، لماذا اختيار هذا الاسم للأوبريت الخاص بالافتتاح نهر الذهب؟ أولاً أنا سعيد بوجودي بينكم في هذا البيت الجميل، البيت العربي اللي دائماً بكون فيه التآلف والمحبة، واعتقادي أنه خيمة الثقافة وخيمة الفن هي الرابط الأجمل عربياً وإنسانياً. أوبريت نهر الذهب، الاسم لم يأتي من فراغ، الاسم كان فيه حفر بالتاريخ وبالثقافة وبالتراث وذاكرة المكان والإنسان في جرش. جرش مرت بعدة تسميات، الاسم السامي الأقدم لها جيرشو، الاسم الإغريقي والريماني جراسيا، ولكن هناك اسم سابق على الروماني هو المدينة كانت تسمى أنطاكيا الواقعة على نهر الذهب. تمام. فالاسم هذا له تداعيات تاريخية، أحد أسماء مسميات المدينة. أما لماذا نهر الذهب؟ يعني هنا لماذا الذهب؟ حضرتك هنا وظفت أو حاولت تختار اسم يعني له مغزى تاريخي. له مغزى تاريخي، وله هذا المغزى التاريخي في أعماق العصور القديمة له أيضا استمرارية. نهر الذهب هذا وادي جرش الآن سماه. وادي جرش هذا كان وما زال مشهورا بالمزروعات بالأشجار، وأكثر شجرة مشهورة في هذه المنطقة وفي المناطق المحيطة اللي هي شجرة الزيتون. فهو تسمية الذهب هي من انسياب الزيت عند عصر في الزيتون، وهذا النهر الزيت، وهناك بجانبه طواحيل الماء، فهذا مرتبط بثيمة الزيت، القيمة التاريخية المباركة المقدسة الأسطورية، وقيمة الماء أيضا الذي فيها الحياة وفيها النماء وفيها العطاء وفيها استمرارية الحياة أيضا. استاذة لينا، يعني وأنت صممت الرقصات الأدائية؟ لا أنا ما صممت الرقصات، رانيا قمحاوي مصممة الرقصات واللوحات الاستعراضية، أنا كان دوري الإخراج والدراماتورجي إخراج الأوبريت. إخراج العمل. طيب أنا سؤالي، الأوبريت أقرب منه، هو أقرب إلى النشيد منه إلى أي إلى الغناء الاستعراضي أو إلى كل ما ينزوي تحت لواء الغناء، هو أقرب للنشيد. النشيد له علاقة بتاريخ الشعوب، بثقافتها، بموروثها، بكل تفاصيل حياتها. وأنت يعني في طور إخراج العمل، كيف وأمت ما بين اللقطات، ما بين والكلام الذي تضمنه هذا النص الجميل؟ نعم، شكرا أستاذ، أنا كمان سعيدة جدا بوجودي معكم، وأهلا وسهلا فيكم في بلدكم الثاني زي ما بنقول عادة في الأردن. الحقيقة إحنا لما بدأنا العمل على تجسيد فكرة لها علاقة بتاريخ هذا المكان بالتحديد جرش، وأيضا التأثير هذا المكان على الآخرين من خلال الجرش كمهد للحضارات، وزي ما تفضل الأستاذ مفلح بداية من الإغريق إلى الرومان إلى الأنباط، إحنا أيضا أظهرنا دور الأنباط العرب اللي أسسوا وبنوا حضارة كبيرة في البترا، امتدت إلى مدائن صالح وإلى تركيا. فهذا الزخم التاريخي العظيم لهذه المدينة أردنا أن نظهره بطريقة إبداعية جميلة سلسة يستقبلها الجمهور بشغف ويستقبلها بمتعة. فجاءت هذه التوليفة بين الشعر وبين الغناء والأداء المسرحي أيضا، والتعبير بالرقص عن هذه الحقب
بأسلوب إبداعي. يعني الأستاذ مفلح أبدع باختزال هذه الحقب التاريخية، وإحنا يعني اشتغلنا موسيقياً مع الأستاذ طلال أبو الراغب بحيث أنها تكون الموسيقى أيضاً تعكس الفترة الزمنية، لما بنحكي عن فترة الإغريق أو ما قبل ذلك أيام زيوس وأرتمس وهذه الشخصيات الأسطورية تحتاج إلى موسيقى من نوع معين، ومن ثم دخلنا في جرش الآن من خلال الزيتون والزراعة، لأنه الزراعة من أهم الأشياء التي تؤدي إلى التطور، الزراعة والاكتفاء الذاتي في الأمن الغذائي يعني اللي هو مشكلة بنعاني منها الآن شيء أساسي. فلما كان في ازدهار بالزراعة في هذه المنطقة صار في ازدهار بالتجارة، ومن ثم دخلنا في الحقبة الرومان اللي هي أرابيو شو اسمه هدريان، ودخلنا بعدين في العصر الأندلسي والإسلامي وإلى آخره. فحبينا نظهر موضوع الزراعة والإنسان في هذا المكان، وعمليا أيضا وظفت هذه الجغرافيا الثقافية بما يمنح النص هذا البعد الذي تشتهر. نعم، وكمان أيضا أنه جرش كانت منذ قدم الزمن تحتفي بالفنون دائما في هذه المسارح، وهذا استمر في العصر البيزنطي واستمر في العصر الإسلامي أيام شرحبيل بن حسنة، صح بحكي الاسم؟ أوكي. يعني واللي هو كان مزامل للعصر الأندلسي. فإحنا كشعب أردني أن نحس ونعطي يعني نعطي هاي الرسالة لأبنائنا وبناتنا، وخصوصا الجيل الجديد، إنه الفن هو كان جزء أساسي من حياتنا. يعني مين بنى هاي الآثار؟ الأردنيين العرب اللي كانوا موجودين، فهذا كان الهدف الأساسي. فاشتغلنا كفريق حقيقة، يعني أنا بعتز وبفتخر فيهم جميعا، لأنه الأستاذ مفلح ورانيا قمحاوي ومهند نوافلة وطلال أبو الراغب، كلنا كان عندنا نفس الشغف ونفس الفكر الإنساني والثقافي والفني الذي أردنا إيصاله